لا يا مدربينيش لا ما درتيش عليا الماء ماما انا نلعب وياك هكا ما نديرش ماما يا السلام عليكم اخوتي اخواتاتي اهلا بكم فيديو جديد مقلب جديد من الحلقة الثالثة ضحية الحلقة اليوم يا كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم في فيديو جديد مقلب جديد من الحلقة الثالثة من السلسلة ديالنا وإيمان كاين ابتسام حتى هي غتبان غير ابتسام معايا صغيرة راكم عارفين يوتيوب القانون والعيبات أشنو غنقول لكم من الأحسن خليكم تتفرجوا تعديت عليها بمعنى الكلمة ما تنساوش تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر ما تنساوش خلينا لي لايك ديالكم اخوتي لي لايك لي لايك لي لايك كومونتيرات اخوتي حفزوا دابا ايمان نتوما اللي جبتوا لي الزعط انا بقيت كنتزعم بس شوفوا دابا اخوتي حيت حفزوني نتوما في الفيديو اللي قبل زعموني انا دغيا درت باش نصور لكم نحط لكم شي حاجه اللي زوينه غتضحككم ونفوجوا عليكم ما تنساوش الانستغرام دائما كنحطها لكم لتحت اخوتي دائما كنحط لكم الانستغرام لتحت يعني باش تدوزوا عندنا الستوريات ديالنا الستوريات اليوميه يعني اي حاجه جديده غادي تعرفوها اي حاجه جديده غادي تعرفوها وها المهم مرحبا بكم ما تنساوش تفرجوا فيديو من الوقت الاخر كنحماق عليكم كنت قهوه الشوكولاته راه كيعجبش معايا شويه على حساب الفيديو المهم ما غاديش نشرح لكم غنشرح لكم والو تفرجوا في الفيديو ايمان وايمان اريدك ديال الصابون عطاتي شمي وشمي والله لاعبين صافي مستمع هذا بس بعد منه هو حقنا ما درتيش عليا الماء ماما انا نلعب وياك هكا ما نديرش معايا والله تشكلاط حق الله تشكلاط ما فيش الريحه حق الله تشكلاط الله يشكلاط لاعبين من قلنا وكاينش العصا حكي وسكتي ماما لاعبين ويا مالكم حكا مالي اللي دارت لي وكاك ما دويتو معاها راك عليك غير فضلني والله حتى غير فضلني هذا ودي لي قلب عبد الله وقصك وليتي بيضه زوينه ويتك بعد ما نعيد منه راكم قاعد تشوفي مريم معايا ولا ما خنفي ما كنديرش بحال هذا الشيء شفتي مريم باش خرجت طوال باش ما تجي صابون تجي لا اش كنت مضركه داك الشيء انا علاش خرجت حكا وصلتي بغيت نوضع الشعير ما عرفتش
حلو ولا شوكولاته حنا فيش اللي حامل راه يتحرق والله يجي شوكولاته نجيب لك بيك باش الفيديو كنتمنى يكون عجبكم. اهم حاجه اخوتي ما تنساوش خليونا لايك ديالكم ودوزوا عندنا الانستغرام. الانستغرام ايمان قربت من 100,000 بقات ليها بحال بقات لها شي هكاك 6,000 انا بقات لي شي 18,000 على 200,000. ابتسام يلا عنده 57 دوزوا اخوتي تابوناو عندي دخلوا البلاصه اللي مابوني عندهم دخلوا عند ابتسام 200,000 صافي اخوتي باش تما يعني تما غادي نتعرفوا اي جديد اي حاجه غادي نبغوا نحطوها. كنقول لكم عطوني افكار كنقول لكم راني لايف في واحد ابليكاسيون يعني اي حاجه غادي نلقاوها في انستغرام لذلك دوزوا عندنا هاي الانستغرام كنحماق عليكم مزال لكم تلاقينا في راسكم باي باي.